هناخد معانا دكتورة وفاء علي، خبير أسواق الطاقة والبترول والمحلل الاقتصادي. مساء الخير يا دكتورة. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، شكرا موصول لحضرتك والأسرة البرنامج. برحب بحضرتك معانا يا فندم. دكتورة، شايفة أهمية التوسع في الاستثمار الخاص بالبترول ايه في هذا التوقيت؟ اولا الحقيقه احنا ما زالت الدوله المصريه بتواصل نجاحاتها في اداره ملفاتها يا استاذ الالفه الاقتصاديه، وبتحافظ على ديمومه الاقتصاد بفضل الاداء الحقيقه المؤسسي الناجح والدعم الرئاسي المتواصل الذي لا انقطع، والاداره والاراده التي لا تلين. الحقيقه السيد الرئيس بيتابع باستمرار تطورات هذا القطاع والطفره اللي بتحدث فيه نتيجه الحداثه والتميز في هذه القطاعات، مما جعلها محل اهتمام عالمي لان مصر بتنطلق منها نحو العالميه. النهارده في متابعات السيد الرئيس طبعا بالنسبه لقطاع الكهرباء، حريصين على متابعه كل المشروعات القوميه اللي بتقوم بها مصر. طبعا تم الحديث عن الموقف التنفيذي للتغذيه الكهربائيه طبعا لمشروع دلتا مصر، هو مستقبل واعد للمساحه الخضراء في مصر. الدلتا الجديده ب 2.2 مليون فدان، وجهوده في ربطه بالشبكه القوميه. كمان في نقطه هامه تم استعراضها الحقيقه، وهو الاهتمام بربط الساحل الشمالي ومنطقه العالمين بالشبكه القوميه وزياده وتعزيز البنيه التحتيه، مع اهتمامنا باساسنا للربط الكهربائي مع ليبيا. وفي النقطه دي تحديدا نحن نستعد ايضا من خلال هذه الزياده وربط الشبكه القوميه، نستعد للربط بالخط الكهربائي مد كابل بحري مع قبرص واليونان بقدره تقدر ب 2000 ميجا وات وتكلفه تصل الى 4 مليار دولار. لسه يعني بالامس كان في اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجيه ووزراء خارجيه البلدين فعلا. تمام يا فندم.